فيدري معكم لي زارجين في فيديو جديد. غنهضروا على الدليل الشراء من سبب بغض لي مونطاسيون، شني تخسروا شني ما تخسروش، نصائح كامله غنشوفوها اليوم. ما تنساوش تدعمونا بحال دائما، لايكي وكومونتيو اولا ما تعملوا والو، تفرجوا فقط واستفدوا. يلا نخليكم مع الفيديو. نبداو بالبواط داليمونطاسيون. شحال من واحد كيسقسي شحال من واط خصني، كيفاش نعرف شحال من واط خصني؟ لا طاي، ديمونسيون، شمن سيرتيفيكا. دونك غنجاوبكم على هاد الاسئله ديالكم كامله. اول حاجه اللي غنشوفو دابا هو الواط، كيفاش تعرف شحال من واط خصك بالنسبه للبيسي ديالك. كاينه دوز اوبسيون، يا تدخل السيتات اللي هما كيكالكوليو لك ديك كيحسبوا لك شحال خصك الواط بالنسبه للبيسي. دونك كتلونسي فيه الكومبوننتس اللي عندك، اي بياسه عندك في البيسي ديالك كتنزلها، من بعد هو كيعطيك شحال الواط خصك. سينو كتشوف الكارت جرافيك اللي خصك انت. مثلا بغيتي 1050 تي اي، كتشوف شحال المينيموم بالنسبه للباور سبلاي اللي خصها كل كارت جرافيك في الشركه ديالها اوفيسيال. كتقول لك ها شحال خصني المينيموم، 1050 تي اي خصني 400 الواط، 1060 خصني 600 الواط، فهمتي؟ كل وحده كتعطيك الباور اللي خصك فيها. سينو دخل السيت، انا ننزل لكم لينك في الديسكريبسيون، غتعمل البيسي اللي خصك انت، هو يعطيك البواط داليمونطاسيون اللي تناسبك بالنسبه للواط. دونك الواط هو باش كيميزوريو، باش كنحسبوا شحال ديال الكاليتي ديال القوه غتكون عندنا في البواط داليمونطاسيون ديالنا. ثاني حاجه، ثاني حاجه خصكم تعرفوا هي لا ديمونسيون ديالها، شحال لا طاي، واش غتسع في الكيس واش ما غتسعش، واش غتداحس مع الكارت مير واش غتداحس مع الديسك دور. كتشوفوا الديمونسيون ديال بس ديال الكيس ديالكم، غتشوفوا التساع شحال عندكم في العرض وفي الطول، وغتقارنوا الكيس ديالكم او البواط داليمونطاسيون اللي غتشريو واش غتسع ولا ما تسعش. دونك هذه ساهله، فهمتي؟ كتحسبوها. كاين لا طاي ا تي اكس اس اف اكس، يعني كاين بزاف ديال لي طاي، شوفوا لي ديمونسيون ديالهم وشوفوا واش غيتساعوا في الكيس ديالك، باش ماشي تشري البواط داليمونطاسيون في الاخر تلقى انها ما كتسعش ولا كتضارب مع الديسك دور ما سلكاش. حاجه اخرى اللي غنشوفوها هو سيرتيفيكا، شحال شنو هاد السيرتيفيكا؟ السيرتيفيكا هي كل ما كانت مسيرتيفي بزاف كل ما كونسوموات اقل، وهاد السيرتيفيكا هي 80 بلاس. 80 بلاس هي السيرتيفيكا اللي كاينه في لي بواط داليمونطاسيون. عندنا 80 بلاس، عندنا 80 بلاس برونز، جولد، بلاتينيوم، بزاف ديال السيرتيفيكات. كل ما طلعتي في السيرتيفيكا كل ما الكونسوماسيون قل، يعني كتخلص الثمن اكثر باش تكونسومي قل بالنسبه للضو. في لونغ تيرم اذا كان عندك واحد المجال انك تلعب بي سي عام عامين خمس سنين ست سنين، احسن تدي بواط داليمونطاسيون اللي كاليتي ديالها واعره و سيرتيفيكا ديالها واعره باش تكونسومي لك اقل مع واحد المده طويله. بيان سور خصك ملي تشوف الواط وشفتي السيرتيفيكا شمن السيرتيفيكا فيها، على الاقل بالنسبه لي كنصحكم ديو على الاقل 80 بلس برونز، البقيه على حسب البيدجي ديالك. كل ما كان البيدجي طالع كل ما زيد في السيرتيفيكا. ثاني حاجه، شفتي الديمونسيون، شفتي السيرتيفيكا وشفتي شحال هاد الواط خصك، شني باقي اخر خصك تشوف؟ خصك تشوف كابل، الكابلات اللي فيها واش هما اللي تحتاج انت في الكيس ديالك، حيت البواط داليمونطاسيونات كيكون فيهم كيسه ديال لي تيب، اللي كيجيو فيها كابل فيكس، اللي كيجيو فيها الكابل سومي موديلار، يعني تقدر تزول النص والنص ما تزولوش، وكاينه البواط داليمونطاسيون اللي كتجي موديلار 100% تقدر تزول اي كابل. فاش كتحتاج هذيك؟ تحتاج في الكابل ماناجمنت ديال الكيس ديالك باش ما كيدحسوش البياس مع بعضياتهم، اكثر اذا كان عندك شي كيس اللي صغيره ماشي كبيره بزاف، كتحتاج انه لي كابل ما يكونوش مدحسين، دونك كتزول لي كابل اللي ما تحتاجش. ولكن قبل ما تشريها خصك تكون عارف لي كابل اللي خصك. مثلا اذا كانت غتخدم جوج ديال لي كارت جرافيك، خصك تكون متاكد ان البواط داليمونطاسيون اللي غتشري فيها جوج ديال لي كابل كيخرجوا ديال الكارت جرافيك. كنت تستعمل خمسة ولا ستة ولا سبعة ديال لي ديسك دور، خصك تشوف ان البواط داليمونطاسيون اللي غتشري كتخرج سبعة ولا ثمانية ديال الباور بالنسبة لي ديسك دور. هادو اللعيبات اللي خصكم تشوفهم ولا بد، احسن ما تحصل وتلقى ان شي كابل ناقص وما عندك ما تبدل فيها ديك الساعة. عاوتاني حاجة أخرى بالنسبة لي بواط داليمونطاسيون هي الفلفلة اللي كتجي فيهم. الفلفلة اللي كتجي فيهم خصكم لابد تعملوها في اتجاه الارض، يعني في اتجاه في عندكم الهواء، ما تعملوهاش في اتجاه ديال الكيس. الفرفره خاصها تدخل الهواء من برا وتدخلو للكيس باش كيدخل بارد وكيخرج السخون. ثاني حاجه خصكم تشوفوا ان البوط داليمونطاسيون واش كتعمل صداع. اذا كانت كتعمل صداع مثلا كتدخل شي جو كتسمع واحد زز، يعني الكويل نويز كيقولوا له كويل نويز، الكويل نويز، هذا الكويل نويز ولا بد تبدل البوط داليمونطاسيون، حيت هذا الكويل نويز
علامه ان كاين واحد الديفو عندك في البواط داليمونطاسيون، تقدر تحرق لك، تقدر تبلونطا، واذا تبلونطات راه هي القلب ديال البيسي ديالك، تقدر تحرق لك شحال من البياسه. وبزاف كيتزرفوا الدراري كيشريو كونفيغ ما كيردوش البال كاع شنو هي الاليمونطاسيون اللي عندهم، شمن ماركه، شمن اليمونطاسيون بالنسبه للواط، شمن سيرتيفيكا، وكيدوزوا واحد شهر شهرين ثلاث شهور كتحرق لهم بواط داليمونطاسيون، وتقدر تحرق لك كاع شحال من البياسه. يعني كون ما ديتي بواط داليمونطاسيون كاليتي ماركه مزيانه، كاينه بزاف الماركات، سيسونيك، كورسير، اي في جي اي، المهم طون ديال الماركات معروفين كيعدلوا البواط داليمونطاسيونات. سينو اذا كان البيدجي ديالك قليل قليل، حاول تشوف شي حاجه بون كاليتي بخي، وحاول تشوف الريفيوز ديالها في الانترنت، ولا بد تشوف الريفيوز ديال الانترنت، ما تخسر والو. هادشي اللي كاين بالنسبه للبواط داليمونطاسيون. الفرفره ديالها عاوتاني كتجي في بزاف ديال لي تيب، كل ما طلعتي فلوس ولا خلصتي شي بواط داليمونطاسيون لي كاليتي كتجي معها فرفره كاليتي وما فيهاش صداع. وكاينه بعد البواط داليمونطاسيون كيجيو فيهم فرافر اللي ما كيتحركوش اصلا في الاول، يعني كتكون كتنافيغي في الويندوز ولا كتكونيكتا ولا في فيسبوك ولا شي حاجه، الفرافر كاع ما كتخدم، والبواط داليمونطاسيون خدامه مخيره. سينو ملي كتدخل شي جو كدوموندي الواط بزاف، ديك الساعه كتخدم هي. هادو الحاجات اللعيبات اللي خصكم تلعبوا عليهم. لعبوا ايضا على مثلا طلبوا لكم ان المينيموم ديال البواط داليمونطاسيون بالنسبه للكارت جرافيك، شفتي دخلتي السيت اوفيسيال كارت جرافيك اللي باغي انت، عطاوك ان خصك 650 واط، حاول تزيد واحد 50 واط ولا 100 واط احتياط، باش اذا حتى مع الوقت بعيد طاحت الكاليتي ديال البواط داليمونطاسيون ديالك تقدر تلقى بعض الواط اللي زايده وتقدر تستعملها من بعد. وثاني حاجه هو انه مثلا عاول تابغريدي، يعني شري كارت جرافيك وعاول انك تشري واحده اخرى من بعد. حاول دائما تضرب الحساب هذا الموتور دايز الكارت جرافيك، اذا كتضربوا مثلا عاد تشري 1050 تي اي دابا، ولكن انت عاول تابغريدي من بعد شي 1080 ولا 1070، دونك خصك تشوف ديك الكارت جرافيك لا تابغريدي لها من بعد شحال كدوموندي مينيموم، باش ما تبدلش البواط داليمونطاسيون كل مره. هذا بزاف ديفوس كيعملوه الدراري، كيشريو بواط داليمونطاسيون على حسب البياسه اللي عندهم تماك، ولكن ملي كيجيو ابغريديو كيلقاو راسهم حاصين خصهم يبدلوا بزاف الحاجات. دائما ضرب على اللونغ تيرم، شنو غتعمل ماشي من دابا، شنو غتعمل من دابا عام، من دابا عامين، شنو غتعمل باش تلخص فلوس على راسك من بعد ما تبدلش البياسات بزاف. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للبواط داليمونطاسيون، كنظن ما فيهاش شي صعوبه بزاف. كترخيص حاول تاخذ ماركه، حاول تاخذ انها تكون سيرتيفي، شوف فيريفي لي ديمونسيون ديالها وشوف انها ما فيهاش شي صداع، ما فيهاش شي ديفو، واختار انها فيها الكابلات اللي انت تحتاج. دونك هادو هما الاساسيات بالنسبه للبواط داليمونطاسيون. بغيت نعمل ميزاجور حيت انا ديجا عملت فيديو على لي بواط داليمونطاسيون هادشي 3 سنين ولا 4 سنين، دابا كنحاول غونوفلي لي غيد اللي كنت عملت كاملين. غونوفليت لي غيد ديال كارت جرافيك، ديال الشاشات، دابا ديال البواط داليمونطاسيون. غندوزو لحاجات اخرين في هاد الاسابيع اللي ما جاو، في هاد الاشهر اللي ما جا ان شاء الله. ثم فقط لايكيو، كومونتيو، عملوا الجرس، عملوا سبسكرايب، فولوني في انستغرام نزار شوز، الشين ثانيه نزار شوز. هادشي اللي كاين بالنسبه للشين، بالنسبه للفيديو اليوم. بالنسبه للستور ديالي بحال دائما موروكو جيمر ستور بوان ام ا، رستوكيت شي لعيبات واخا كورونا شويه القضيه صعيبه، دونك رستوكينا لوجيتيك جي 500 جوج وايرلس، دونك هادي سون فيل. عندنا افيك فيل بسنسر ديال هيرو، دونك احسن سنسور كاين عند لوجيستيك. عندنا برو اخف سوري كاينه في لوجيتيك، لوجيتيك جي برو، ولكن هذه ماشي وايرلس دونك هذه بالسلك. وكاين بزاف ديال اللعيبات اللي رونوفليتهم. حاجه اخرى بالنسبه لي فان ديال الحاجات اللي اكزوتيك، الحاجات اللي ليميتي، عندنا الموديل دي ان شاء الله يجي منها بي سي جيمين ريس، باقا جديده. مثل الكابل مود فتحتها، مثل الكابل مود ديالها ريد اللي كيجي اوفيسيال من السيت ديالهم، دونك هذا كيعمل شي 200 درهم بوحديته الريد كيبل، وهذه الثمن ديالها بكلشي غتلقاوها في السيت ماركو جيمر ستور بوان ام ا. صافي شباب، وانا من لكم شويه ديال الغنوف لومون، ان شاء الله غيكونوا شي بيسيات واقيله اي 5 و اي 7 هاد اليومين ولا هاد السيمانه اللي ماشنا. صافي دراري، خليكم فيديو اخرين، تهلاو، بيس.